السلام عليكم. تعرضت الفنانة سمية الخشاب لكثير من الانتقادات والسب على صفحتها على الانستغرام، وده كان بسبب ما ورد عن لسان الفنان أحمد سعد عنها. وسبق وقال الفنان أحمد سعد في لقائه مع المذيعة بسمة وهبة في برنامج شيخ الحارة، وقال إنها استولت على بيته وعلى ألحانه وسجلتهم باسمها، وقال كمان إنها خدعته بصفحتها. فردت عليه سمية الخشاب على صفحتها على الانستغرام وقالت: بيت شعر للإمام الشافعي، ولكنها حرفت قليلا في كلماته وقالت: قل ما شئت في مصبة عرضي، فالسكوت عن اللئيم جواب، لست عديمة الجواب، ولكن الأسد لا يرد على الكلاب. ولكن رد عليها المتابعين وقالوا لها: يعني بيتهمك انك سرقتيه وبتقولي مش هرد ازاي يعني؟ وشافوا ان ردها ده غير مناسب ابدا لحجم الاتهامات اللي تعرضت ليها. فردت سمية الخشاب مرة تانية على صفحتها وقالت: انا مش هرد احتراما للعلاقة الروحانية اللي كانت بينا واللي كانت كلها حب واحترام للعيش والملح، بس هتتحاسب على الكلام ده انت والزميلة بسمة وهبة اللي ما عندهاش وقت غير انها تتدخل في خصوصيات الناس وتشوه صورتهم قدام الجمهور المحترم. وعشان كده انا حقي اني ارفض اطلع في برنامج غير محترم زي ده، ولكن انا اكيد هرد عليكم وده من حقي، لان الساكت عن الحق شيطان اخرس. ومع احترامي للجمهور والناس، مش اي حاجة تتقال تصدقها، وفي كلام صدق وفي كلام كذب، بس الصح صح والغلط غلط. وان شاء الله هوضح ده كله في رد قريب جدا، وانا هتكلمها بهاشتاج ربنا يسامحكم. وبعد ما نزلت البوست فترة قليلة جدا قفلت حسابها على الانستغرام، وامبارح عملت لقاء على جريدة مصر اليوم نفت فيه كل الاتهامات اللي تعرضت ليها من طليقها السابق احمد سعد، وقالت انه كان بيفتري عليها، وقالت كمان انها هترد بنفس الطريقة وفي نفس البرنامج، وقالت انها انتهت بالفعل من تصوير حلقتها في برنامج شيخ الحارة مع الاعلامية بسمة وهبة في حلقتين مدتهم 4 ساعات، وهتكشف المستور بالمستندات الرسمية. وقالت انها سطرت عليه كتير جدا وسمحته في مشاكل كتير عملها لها، ولكن هو مستمر في ظلمها وجاء الوقت انها ترد. وقالت انها هتهزم سعد وهتفوز بالدوري وهتفجر مفاجآت تهز الرأي العام بحسب ما ذكرته في جريدة المصري اليوم. وفي النهاية هسيبكم مع الفيديو اللي نزلته ريم البارودي بتشير فيه لخناقات احمد سعد وسمية الخشاب. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل اخبارنا الجديدة، واسيبكم مع السلامة. تتكلم جد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا ضنايا. إيه؟ أنت واخد الدنيا من ورا ولا إيه؟ واخدها لأن شقلب؟